نناقش المزيد حول هذا الملف مع ضيفي دكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا وسهلا دكتور سيف الدين. طبعا ملف العشوائيات في مصر كان أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونتحدث عن عقود عانت فيها الدولة المصرية من هذه المشكلة. ما أهم المحاور التي عملت عليها مصر في ملف نقل ملايين المواطنين من هذه الحياة إلى العيش الكريم بكل ما تبعه ذلك من إجراءات و تصحيح للبنية التحتية وحتى البيئة حتى على المستوى الصحي؟ بالنسبة للإسكان العشوائي شديد الخطورة، الدولة صرفت معاه من خلال عدة محاور. أول محاور تم إزالة هذه المناطق، وتم تعويض السكان القاطنين بالقيمة السوقية المناسبة التي تمكنهم من تملك وحدة سكنية في نفس المنطقة في نفس المساحة. ده كان بديل الأولاني. البديل الثاني وهو الحصول على القيمة السوقية ماليا وهم كانوا بيتصرفوا. البديل الثالث وهو الحصول على وحدة سكنية في مشروع من مشروعات الدولة زي الأسمرات، ومشروع أسمرات بالذات يبقى وحدات مشطبة ومؤسسة تأسيس كامل. دي كانت ثلاث بدائل المعروضة أمام السكان القاطنين في الوحدات المزالة التي تم إزالتها لتهيئتها مرة أخرى. يعني لما نبص على تجربة زي تجربة تل العقارب، تم إزالة منطقة تل العقارب ولكن تم إحلال محلها منطقة روضة السيدة. روضة السيدة وهي على أعلى مستوى معماري وعلى طراز عمراني مناسب للمنطقة، وأيضا تم عمل محلات تجارية لخلق فرص عمل. وكل هذه الوحدات الجديدة كلها فيها خدمات عامة، جنبها مستشفيات ومدارس و أقسام بوليس ومكاتب بريد، كل الخدمات التجارية، أيضا جميع عناصر بنية أساسية من الطرق والكباري والصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب. طيب دكتور، وحضرتك خبير في التخطيط العمراني، بطبيعة الحال تابعت هذا الملف وتبعاته والتفاعل معه. حضرتك ذكرت ثلاثة سيناريوهات كانت تعرض على سكان هذه المناطق. أي من هذه الاختيارات كان يميل أكثر السكان؟ المناطق مختلفة، يعني تم كانت خطيرة وقليلة للسكوت، كان ما كانش ثابت في كل المناطق المختلفة. يعني تم إزالة مناطق في السيدة وفي عزبة الهجانة وفي عزبة الإخلاص وفي عزبة المطار. كل منطقة كان ليها بديل مختلف، وحتى نفس المنطقة البشر بيختلفوا في اختياراتهم. فما كانش في معيار ثابت أو بديل ثابت كل الناس اشتغلت عليه. طيب ما أهم التحديات التي واجهت هذه العملية؟ لأن طبعا على ما يبدو أنه حضرتك ذكرت أنه تم إحلال هذه المناطق الجديدة الأكثر حضارية وما إلى ذلك، محل المناطق القديمة المعرضة للمخاطر. بالتأكيد لم تكن هذه مهمة سهلة يا دكتور. طبعا دي كان فيها تحديات. أول حاجة عند البدء في حصر هذه الوحدات لإزالتها، طبعا كان في إشاعات قوية جدا إن في دولة أجنبية تاخد المشروع، هيبقى مشروع سياحي ومتعوض ويتنصب لهم خيام إيواء. ولكن أنا بحب أذكر إن 2014 لم ينصب خيمة إيواء واحدة لمصري أو لغير مصري. صحيح. ومن ثم كان أهم حاجة عند القادة السياسية هي جودة حياة المواطن المصري. لم يصاب مصري بسوء. كل الناس يا إما خدوا تعويض، يا إما خدوا وحدة مماثلة، يا إما سكنوا في البشاير أو ما يماثل. طيب بالنسبة للتحديات المتعلقة بالبنية التحتية في هذه المناطق، بالطبع
كانت البنية التحتية متضررة، صحح لي إن كنت مخطئة، كيف تم التغلب على هذا؟ هل تم يعني البدء من الصفر أم أنه تم إجراء تعديلات على بعض هذه البنية التحتية في هذه المناطق؟ كنت صراحة ما كانش في بنية تحتية خالص في أجن. هذه المناطق كانت مهملة منذ سنوات عديدة من الستينات، وبالتالي لم يكن هناك شبكات للصرف الصحي، كانوا بيعتمدوا على الترنشات اللي نزح كل أسبوع أو كل أسبوعين، كانوا بيعتمدوا على الكهرباء المتاخدة خلصة من أعمدة الإنارة، كانوا بيعتمدوا في المياه على نظام الترمبات الغير صحي. كل ده جعل الدولة مش بتبدأ من الصفر، تبدأ من تحت الصفر. إذن طبعا مهمة غاية في الصعوبة. شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج الخبير في التخطيط العمراني على هذه الإيضاحات.